مرحبا، أنا مي حجارة من اعزف.com. رح نتعلم أغنية لكتب لك على صدر البيت من التراث الأردني. أول شي رح ناخد مقام الأغنية اللي هو بيات. رح ناخد بيات الري اللي رح يكون فيه مي نص بيمول وسي بيمول. طبعا خلال الأغنية رح يصير في عنا تحويلة حجاز رح نتطرق لها بوقتها. رح يصير عنا اللا بيمول والسي ناتشورال. هلا أول شيء خلينا نشوف المقام الرئيسي عنا اللي هو البيات. من الري نبلش، ري مينوس بيمول فا سول لا سي بيمول دو ري. اوكي، هلا اول شيء رح تبلش الاغنيه بمقدمه موسيقيه، جمله موسيقيه. رح تنعزف بالاول، بعدين رح نيجي للغناء اللي هو رح يكون نفس لحن المقدمه الموسيقيه. التقسيم الإيقاعية رح تكون تا تي في تا تي في تا فا تي في تا تا تي في تا تي في تا فا تي في تا. هلأ فيها كسرة شوي لما نيجي نعيد، رح التات يعني رح تصير إذا منشوف عن نوتة نقرأ النوتة مع بعض، رح تصير تا تي في تا تي في تا فا تي في تا فا تي في تا فا تا فا تي في تا. اوكي، هاي المكونات الايقاعيه تبعت هاي الجمله الموسيقيه. خلينا نشوفها مع اللحن او مع النوتات الموسيقيه، مع النغمات عفوا. هلا رح نبلش من الدو. هنا اذا بتلاحظوا قبل شوي حكينا عن السي، كانت سي بيمول، هون رح تكون في عنا عرضيه سي نص بيمول، واحيانا هاي بمقام البيات موجوده، احيانا السي ممكن تكون بيمول او سي نص بيمول. فمنبلش تا تي في تا تي في اللي هي رح تكون دو دو سي دو دو سي. اذا السي هون بدنا ننتبه انها نص بيمول. اوكي، فحتى ناخذ السي نص بيمول. اوكي، حطينا اللا زي كانها بالاصبع الاول او الشاهد. اوكي، بناخذها اللا بهذا الاصبع وبناخذ السي نص بيمول بهذا الاصبع اللي قبل الاخير. اوكي، طبعا بدنا ننتبه على صوت السي نص بيمول رح تكون اقل من او اقل درجه من صوت السي ناتشورال. اذا دو دو سي دو دو سي، بعدين دو سي دو ري لا. اوكي، كمان مره دو سي دو دو سي دو سي دو ري لا. هلا زي شبيهه بهاي الجمله اللي قبل بس مع تغيير شوي، دو دو ناخد اس دو دو سي دو اس سي دو سي دو ري لا. يعني هي نفس اللحن عندنا بس مع حذف بعض النوت، تغيير شوي بشكل الايقاع تبع الجمله الموسيقيه. اذا نشوف الاعاده كيف رح تكون او المقطع الثاني. اس دو دو سي دو اس سي دو سي دو ري لا. هلا بنرجع بنكمل نفس الجمله الاولى زي ما بلشناها، دو دو سي دو دو سي دو سي دو ري لا اس دو دو سي دو اس دو سي دو سي دو ري لا. هلا هاي الجمله زي كانها بتنعاد يعني مرتين، اللحن بنعاد مرتين، بعدين بنكمل اس فا تي في تا تي في. اذا اس لا لا سول 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 فا اس لا لا سول 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 فا، بعدين بنكمل سول لا سي لا سول 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 لا سي لا سول سول. وهون استخدمت الريش المقلوبه لانها جمله سريعه.
إذن خلينا ناخذ هذا اللحن. بنعيده كمان مرة. إذن بالإعادة بدل ما نستقر على السول بنعمل سول فا. هذا الفرق بين الجملة اللي بالضبط كانت قبليها. إذا نأخذ الجملتين مع بعض نشوف كيف الفرق بين المرة الأولى والإعادة. بعدين بنكمل إس فا مي فا مي فا مي فا مي سول مي ري. إذن إس فا مي فا مي فا مي فا مي سول مي ري. وهاي الجملة بتنعاد مرتين إس فا مي فا مي فا مي فا مي سول مي ري. خلينا هلا ناخد اللحن كله هذا مع بعضه من أول مرة واحدة. هذا لحن المقدمة. هلأ لما بنعاد كمان مرة رح يكون مع الغناء، أوكي؟ وبهاي الطريقة رح يكون لكتب لك على صدر البيت وضوي لك قنديل الزيت. لكتب لك على صدر البيت وضوي لك قنديل الزيت. وين يا ريت وما يا ريت، وين يا وما يا ريت. راضي شو يحكم الله، راضي شو يحكم الله. تمام، اذا هيك اخذنا مذهب الأغنية، المقدمة الموسيقية، بعدين المذهب. هلا بعدين في لزمة صغيرة قبل الكوبلي اللي هي رح تكون فاصول فاصول. إذن أربع مرات بنعملها. بعدين بننتقل بعد ما نخلص هاي اللزمة بننتقل للكوبلي لكوبلي الأغنية، الكوبلي الأول. رح يكون الإيقاع استافي تاتي تاتي في تا. أوكي، هيك رح تبلش الجملة. خلينا نشوفها مع بعض. إس فا صل 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 لا سي لا سول. إذا ملاحظين هون اللحن شوي تغير أو مقام الأغنية شوي تغير، صار عنا هون انتقلنا للحجاز، بمعنى إنه اللا قبل شوي كنا ناخدها لا ناتشرال أو لا طبيعية، والسي كانت ناخدها قبل شوي كنا سينوس بمول، هلأ صارت السي طبيعية واللا صارت بمول. خلينا نشوف مع بعض، بس قبل ما نكمل باللحن خلينا نشوف نسمع المقام ونشوف التحويلة. عنا السول بعدين لا بمول بعدين السي بالأصبع الأخير زين. هيك مشان نحس أكتر بالمقام كيف تغير. خلينا نشوف بعد ما سمعنا المقام نشوف كيف ناخد الجملة من أولها، جملة الكوبلي. إذن إس فا سول 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 لا سي لا سول فا فا سول 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 لا سي لا سول. تنعاد هالجملة مرتين، كمان مرة ناخدها إس فا سول 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 لا سي لا سول فا فا سول 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 لا سي لا سول. إذن هاي الجملة
رح يعني باللحن رح تتكرر مرتين وكمان رح نعيدها مرتين. خلينا نشوفها مع الغنى كيف بدها تصير. والثياب والجدلة على بعدك مالي حيلة، والثياب والجدلة على بعدك مالي حيلة. بعدين منكمل بالجملة الثانية من الكوبليه، رح نشوف من عند الدو دو 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 سيلا. إذن بدنا نشوفها سريعة، وبرضه هون عم إذا عم بتلاحظوا عم بستخدم الريشة المقلوبة. بعدين بنكمل سي دو سي لا صول، سي دو سي لا صول. إذن هاي الجملة بتتكرر مرتين، بعدين بنكمل إس فا مي فا مي فا مي فا مي سول مي ري، إس فا مي فا مي فا مي فا مي سول مي ري. خلينا ناخد مع الغناء اللحن كله مع بعض. ولروحي منك عليلة، ولروحي منك عليلة، روحوا منك لا روحوا منك لا الله. هلأ بعد ما خلصنا الكوبليه بدنا نرجع على المذهب اللي هو لكتب لك على صدر البيت بهالطريقة. خليني أوصلهم مع بعض نشوف كيف بصير النقلة أو كيف نرجع للمذهب. روحوا منك لا الله، روحوا منك لا الله، لكتب لك على صدر البيت. ومنلاحظ هنا لما رجعنا للمذهب بدنا نتذكر ان السي نعملها نص بمول، اوكي رح تنزل شوي عن السي ناتشرال اللي كانت قبل شوي بالكوبلي. فمنكمل زي ما بلشنا بالاول، لكتب لك على صدر البيت واضوي لك قديل الزيت، لكتب لما بدنا نكمل بالأغنية رح نرد نرجع على الموسيقى اللي كنا ماخدينها قبل شوي. رح نشوف رح يكون مرجع عنا على الموسيقى اللي هي فاصول فاصول، رح تتكرر 4 مرات ورح ننتقل بعدها للكوبلي مرة تانية. في كوبلي تانية طبعا بكلمات مختلفة، بالله لا تقسي قلبك وارحم يلي بحبك، لا تحرمني من حبك، روحوا منك لا الله، على نفس اللحن الكوبلي الأول. وبعد ما نخلص الكوبليه بنرجع للمذهب كمان مره وبننهي الاغنيه. هيك بنكون تعلمنا اغنيه لكتب لك على صدر البيت.